مكونات الذكاء العاطفي. الوعي الذاتي. الذكاء العاطفي يتحقق بالوعي الذاتي وضبط الذات وتنمية الحافز والتعاطف مع الآخرين والمهارة الاجتماعية. الكوكتيل هذا كله يطلعك ذكي عاطفيا بإذن واحد أحد، ويساعدك بفعالية على اقتناص الفرص وتحسين حياتك. طيب خلينا نشوف الوعي الذاتي. أنا مرة سألت طلابي وقلت لك الشعبة كان فيها حوالي 60 طالب، قلت لهم طلع ورقة وقلم، اكتب 3 نقاط قوة موجودة فيك، ابدأ الآن. والله يا جماعة الخير إنكم لو تشوفوهم زي ما شفتهم أنا والله تحزنوا عليهم، قسم بالله الواحد منهم يحك في راسه. وبعدين لا الطام الكبرى يطالع في اللي جنبه يبغى يسرق نقطة قوة من عند صاحبه. يا الله أطالع فيهم حزنت. يا جماعة الخير ترى أنا ما سألتكم عن ولد عمك ولا عيال خالك، أنا سألتك عن نفسك. شوف المشكلة الكبيرة لما تيجي تسأل شخص عن نفسه ويقول لك أنا ما أعرف. إيش تحب؟ ما أعرف. إيش التخصص اللي حتدخله؟ ما أدري. أنت ليش داخل علمي؟ والله يقول ولد عمي دخل، ولد عمي والله دخلت بنت عمي وقالت إنه العلم كويس ومستقبله كويس. يا إلهي يا إلهي، ما هذا التشتت؟ مشكلة. لابد إنه يكون عندنا قدرة على فهم ذواتنا والوعي بها، وخصوصا ما يتملكنا من ماذا؟ من مشاعر حيال المواقف ماذا؟ المختلفة. يعني أنا ممكن الآن أروح أجلس في الصالة مع أولادي يقولوا لي وانت تدرب صوتك مرة مرتفع، يعني انتبه. طيب كويس، عشان يزداد وعي بذاتي. إذن السؤال مو مش هو الوعي الذاتي، السؤال كيف يزيد الوعي الذاتي. تعالوا ناخذها واحدة. أولا اسأل الناس المخلصين الصادقين من حولك، قل للناس حبايبك كلموني، كلموني عن نفسي. اسأل أولادك في البيت، اسأل أخوانك، اسأل أخواتك، اسأل والدك، اسأل والدتك، هيقولوا لك شيء، يطلعوا لك حاجة أنت ما أنت واعي لها. يا جماعة الخير أنا القصة هذه ذكرتها كثير، يمكن في ناس من اللي حاضرين معانا ما شاء الله يعني 240، يمكن في ناس من اللي حاضرين معانا سمعوا القصة هذه من عنال القرني قبل كده. أنا كنت أقدم البرامج التدريبية وكان عندي لزمة حركية، وهي أني أشد شماغي بيدي اليسرى، كل شوية أشد شماغي بيدي اليسرى، لين قدر الله سبحانه وتعالى أنه أنا أتيت بصديق حضر الدورة. ما لكم في الطويلة، أنا ما ودي أطول أجيب القصة كاملة. حضر الدورة وكشف اللزمة الحركية، بعدين قال لي ترى على فكرة انتبه لحالك، انتبه لحالك. قلت إيش؟ قال يا أخي أنت كل شوية تشد شماغك بيدك اليسرى. آها، من حسن الحظ إنها كانت مصورة صوت وصورة. طالعت في السي دي بالفعل شديت الشماغ أكثر من 60 مرة. تدرون الآن لما زاد وعي بذاتي ماذا فعلت؟ صرت أخذ محرك الشرائح هذا المؤشر وامسكه بيدي إيش؟ بيدي اليسرى. خلاص لما مسكته بيدي اليسرى يدي ما تطلع للشماغ مرة، خلاص وقفلت على اللزمة الحركية دي. نعم انتبه، إذا كلموك الناس وقالوا لك انتبه لحالك في الشغلة الفلانية. يا رجل قبل شوية والله يقول لي واحد من أولادي إيش؟ يا أبوي أنت دائما إذا اتصلت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول ليش تمد وبركاته؟ طبعا أنا ما كنت واعي للشغلة دي، بس
هي إيجابية، ما أنت سلبية، أنا أعتبرها إيجابية، لأن علشان أقول للطرف الآخر إني أنا حاب أتصل عليك، أنا ترى حاب أتصل عليك، بعطيها تكة في الأخير. طيب رقم اثنين، لازم تعرف ولازم تعرفي إنه عندكم منطقة عمياء. إيش المنطقة العمياء هذه؟ المنطقة العمياء هذه هي ما يعرفه الناس عنك ولا تعرفه أنت عن نفسك. الناس يشوفوه وانت إيش؟ وانت ما تشوف. هذه المنطقة العمياء، هذه اللي لازم تسلط عليها الضوء من خلال الآخرين، هذه اللي لازم تسلط عليها الضوء. يعني أنا بعطيكم مثال الآن، لو على سبيل المثال جاء عمادة شؤون الطلاب أكيد حترسل لكم رابط فيه تقييم المدرب، يعني المدرب هذا كويس ولا مو كويس، أعطوه درجة، قولوا مستوى عالي جدا ولا عالي ولا متوسط ولا متدني ولا متدني جدا. طيب أعطوني مثلا متوسط الجماعة، لما أعطوني متوسط كتبوا تحت إيش؟ كتبوا تحت السلبيات، قالوا 1 2 3 4. هذا ايش معناه؟ معناته يا يعني الله القرني، حنا جالسين نكشف لك المنطقة العمياء اللي ما انت ايش؟ اللي ما انت شايفها. فلا يزعل الانسان لما يجي واحد يقول له يا اخي انا لاحظت عليك كذا كذا، ايش المشكلة؟ ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا ان تعد معايبه. هذه نقطة جدا جوهرية، أنا ما حتكلم عن المناطق الأخرى لأنه هذا مو موضوعي، لكن المنطقة الخفية ما تعرفه أنت عن نفسك ولا يعرفه الآخرون عنك، والمجهولة لا تعرفه أنت عن نفسك ولا يعرفه الآخرون عنك. لذلك شطارتك فين تكمن؟ أنا حأعطيكم قاعدة وتدعي لي في القاعدة. إذا تبغى تكون ساحر جذاب، أنت تبغى تكوني ساحرة جذابة، أنا ما أتكلم عن الجاذبية والسحر بالملابس وبالموضة وما أدري إيش، لأ أنا ما أتكلم عن هذا الكلام ترى، أنا أتكلم عن إيش؟ عن التعامل، عن الكاريزما، عن يعني هذا الشيء، رغم أنه المظهر يعتبر جزء من هذه الكاريزما، لكن كلما اتسعت المنطقة المفتوحة عندك كلما كنت أكثر جاذبية. يعني كشفت نقاط سلبية من المنطقة العمياء أكيد أنها تحولت راحت فين؟ المنطقة المفتوحة، طبيعي. وكمان إذا تبغى تزيد جمالك جمال، طلع للناس شيء من المنطقة الخفية خبرهم فيه، بس انتبه وانتبهي لا تطلع أي معلومة يمكن أن تستخدم ضدك. سمعت الضربة هذه على المكتب؟ يعني إياني إياك أي معلومة تستخدم ضدك لا تطلعها من المنطقة الخفية توديها المنطقة المفتوحة. أجل وش أطلع؟ بسيطة، أنا هعطيكم خبر الآن، أعطيك مثال يا حنين، أنا أكبر أولادي اسمه عبد الملك، ينادون الناس يا أبو عبد الملك. طب أنتم ما كنتوا تعرفوا أن أكبر أولادي اسمه عبد الملك، أنا طلعتها متعمد من المنطقة الخفية إلى المنطقة إيش؟ المفتوحة. أنا الآن ما خسرت شيء، بس حتزيد الميانة بيني وبينكم. كيف؟ يوم من الأيام حتقابلوني ما حتقولوا لي يا دكتور يعني الله، حتقولوا يا أبو إيش؟ يا أبو عبد الملك. طب بسبب إيش زادت الميانة؟ لأنه أنا نقلت معلومة من المنطقة الخفية وديتها المنطقة إيش؟ المفتوحة. طب كمان أديك حاجة ثانية، أنا مرة أحب المعصوب الملكي، أحب المعصوب الملكي، وجبة رائعة بالنسبة لي. أنا خسرت شيء الآن لما قلت للناس أنه أنا أحب المعصوب الملكي؟ أنا ما خسرت حاجة. يوم من الأيام زميلي خالد يجي من برا وأنا في العمل، يتصل علي يقول لي يا أبو عبد الملك أنت فطرت؟ قلت له والله أنا ما فطرت.
طيب أنا حجيب لك أحلى معصوب ملكي في جدة، روح انتظرني في غرفة الانتظار وأنا جايك الآن. طيب لو ما يعرف خالد أنه أنا أحب المعصوب الملكي كان سوى المبادرة دي؟ أبدا ما يسوي، أبدا ما يسويها. أنا أنصحك وأنصحك بأنه تكشف للآخرين جزء من المنطقة المخفية تبعك، بس إياني إياك تطلع أي معلومة تستخدم ضدك. تعرف ليش؟ شوف هشام على طول بدت العزيمة ذحين، شايف؟ ها لاحظ يا جماعة الخير إنه هذا الموضوع ترى بسيط ولكنه مدهش، بسيط ولكنه مدهش في التعامل مع الآخر. المنطقة المجهولة أنت ما تعرفها والآخرين ما يعرفوها، لازم نجرب، لازم نجرب. حيقول لي واحد على 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 سبيل المثال، يعني أخليه يقدم، أخليه يتكلم قدام الناس، وفجأة كذا اللي هو ظهر بمظهر جدا رائع. سألته قلت له أنت سبق وقدمت شيء قدام الناس؟ قال لا أول مرة. ما شاء الله عليك، هذا ظهورك الأول. أجل إيش حتسوي ما شاء الله لما يكون ظهورك العاشر، ظهورك العشرين؟ كيف حتكون؟ شايف؟ فمهم جدا إنك تجرب أشياء جديدة.